السلام عليكم، انا احمد. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد، فلوق جديد، مكملين معكم رحلتنا بالطائف. يلا ليسكا. حلو الطائف وحرارته 28، انصحك ان تروح عليه حتى تتحمم بالمطر. شوفوا الورود كل مكان موجودة. هذا اسم مكان طل السحاب. هذا الكافي موجود منطقة الشفا. الكافي ينظل ذرات الجبال. ورجع كتير حلوة، ركبنا عليها 10,000 مرة. جمال تركب عليها حقها 20 ريال، والحصان حقه 10 ريال، والقرود بتشوفوها موزعة يمين ويسار. كنتوا اشتركوا على القناة، لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات والاشتراك واللايك حتى يوصلكم مقاطع جديدة، وشوفوا الحلقة الأولى حتى تجيكم مشاهدات أكثر. Thank you.
هلا بدنا نشتري آيس كريم بعد كل هذا بدنا نشتري آيس كريم بس. كانت كتير حلوة بس مخيفة من الأشياء.